توصل رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي لاتفاق مع وزارة العدل يسمح بموجبه للكونغرس بالحصول على وثائق من تقرير مولر تتعلق بإعاقة العدالة. هذا وتنعقد في هذه الأثناء جلسة خاصة في مجلس النواب الأمريكي تبحث قرارا يسمح للمجلس بالتوجه إلى المحاكم المختصة لطلب معلومات وشهادات من مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يخص تحقيق مولر. اللعبة انتهت. بهذه الكلمات عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شهرين عن انتصاره فيما يعرف بقضية مولر. أعرب ترامب يومها عن فرحته بالتقرير النهائي الذي قال إنه برأه من تهمة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لصالحه. لكن يبدو أن فرحة الرئيس الأمريكي لم تدم طويلا، إذ قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة العدل الأمريكية وافقت على تزويد الكونغرس بالأدلة الرئيسية التي جمعها مولر. خبر الاتفاق بين وزارة العدل والكونغرس عاد وجاء رسميا هذه المرة على لسان رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس جيري نادلر، الذي تحدث عن اتفاق يسمح بالحصول على وثائق من التقرير تتعلق بإعاقة العدالة. وأعلن عن الاتفاق قبل تصويت الكونغرس على مشروع قرار بشأن التوجه إلى المحاكم لإرغام مسؤولين سابقين في إدارة ترامب على المثول أمام الكونغرس. هكذا نجح الكونغرس بفتح الملف مجددا، أو أقله بمنع إقفاله لصالح ترامب على أبواب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الآن من واشنطن نتحول إلى مراسلنا هناك رافد جبوري. مرحبا بك رافد. هل هناك إمكانية إلى أن نصل إلى مرحلة معينة يصبح فيها فعليا بالإمكان الحصول على يعني التفاصيل السرية لتحقيق مولر؟ وهل حينها سيمكن إدانة إدارة الرئيس الأمريكي بإعاقة العدالة والتورط ربما مع روسيا في تحديد مصير الانتخابات 2016؟ في الإجابة على السؤال الأول بدر، اقتربنا كثيرا، إذ وافق مجلس النواب الأمريكي أو صوت مجلس النواب الأمريكي قبل حوالي دقيقتين من الآن لتمرير قرار يسمح للكونغرس بالتوجه للمحاكم للحصول على تلك الأجزاء المحجوبة من تقرير مولر. إذن الآن الكونغرس صوت من أجل يعني السماح بمقاضاة إدارة ترامب حول هذه القضية، وحول أيضا قضايا الامتناع عن المثول أمام لجان الكونغرس. تذكر بدر بأن إدارة الرئيس ترامب امتنعت عن إرسال أكثر من مسؤول رفيع المستوى أمام لجان الكونغرس حينما كانت الظروف في غير صالحها، يعني مثلا وزير العدل ويليام بار نفسه الذي شهد أمام مجلس الشيوخ حيث غالبية جمهورية لم يأتي إلى مجلس النواب حيث الغالبية الديمقراطية. في المقابل أيضا نعلم ومن تقرير مولر نفسه بأن دون ماجان المستشار القانوني للبيت الأبيض تم إخباره أو تلقى الأوامر من ترامب بأن يعني لا يحضر أمام الكونغرس ولا يتعاون حتى مع تقرير مولر. الآن بصدور هذا القرار من مجلس النواب الأمريكي يستطيع الكونغرس أن يذهب إلى المحكمة في قضايا كهذه، قضايا الامتناع عن الشهادة وقضايا إخفاء أجزاء من تقرير مولر. إذن يعني هذه هي آلية التطبيق، عندما يصدر القرار من المحكمة فهناك آليات كما نعلم قانونية لفرض تطبيق هذا أو الامتثال للكونغرس، سواء في الكشف عن كل محتويات تقرير مولر أو مثول مسؤولين رفيعي المستوى أمام الكونغرس أو التعرض طبعا للإجراءات القانونية من قبل المحاكم. إذن هذه هي إجابة السؤال الأول حول إمكانية سؤالك الأول بدر حول إمكانية يعني الوصول أو الحصول على تقرير مولر كاملا. هذه خطوة قانونية مهمة جدا. سؤالك الثاني، هل سيؤدي ذلك إلى إدانة ترامب؟ تلك في الحقيقة معركة سياسية في الكونغرس وربما قانونية في المحاكم، لكنها يعني معركة لن تكون قصيرة ولها أبعاد أخرى. أهم هذه الأبعاد هو هل سيتوجه الديمقراطيون في الكونغرس بدر إلى خيار عزل الرئيس الأمريكي، وهو خيار صعب لأن مثل ما نتحدث عن غالبية ديمقراطية في مجلس النواب فنحن نتحدث أيضا عن غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ، والعزل يتطلب يعني غالبية كبيرة في المجلسين. لكن على أي حال دعنا نذكر بخبر اليوم العاجل، وهو أن
مجلس النواب الأمريكي قد أصدر قرارا يسمح للكونغرس لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ بالتوجه للمحاكم من أجل إجبار إدارة ترامب على التعاون في كشف كل تفاصيل تقرير مولر وجزء منها مخفي طبعا كما نعلم، وأيضا في إجبار المسؤولين التنفيذيين للمثول أمام الكونغرس للشهادة. لنفترض أن ذلك حصل وتم الكشف عن الأجزاء السرية من التقرير، في توقعك هل الرئيس ترامب سيواصل حالة النكران والنفي التي يعني واصل العمل بها كل الفترة الماضية؟ أظنه سيواصل ذلك لآخر مدى بل وسيتمسك بذلك. يعني صحيح أن ترامب جرد من استخدام تقرير مولر كسلاح، نتذكر بأننا في يعني فور صدور تقرير مولر ترامب حوله أو أراد تحويله إلى ما يشبه النصر السياسي، حينما يعني أكد على مبدأ أنه ليس هناك وجود لا تواطؤ ولا إعاقة للعدالة. نعلم الآن أن قضية على الأقل المبدأ الثاني أصبح مثار شك كبير، موضوع إعاقة العدالة. الآن نتحدث حتى مولر نفسه عندما تحدث للصحفيين، وهي المرة الوحيدة يعني بعد منذ سنتين بعد سنتين من التحقيق، قال مولر بأنه لم يصدر حكما يقول بأنه ليست هناك يعني إعاقة للعدالة، بل قال بأن التقرير موجود وبإمكان الكونغرس وغير الكونغرس أن يعمل على هذه النقطة. بالنسبة لترامب سيستمر في الإنكار لأن الإنكار هو سلاحه، الإنكار والهجوم، بل أنه حتى اليوم يهاجم أعضاء الكونغرس ويركز دائما على المبدأ الذي يريد أن يفرضه على الرأي العام، وهو أنه لا يعني لا تواطؤ مع روسيا في قضية الانتخابات الأمريكية ولا إعاقة للعدالة. لكن بالتأكيد قضية الإعاقة للعدالة هي مثار نقاش يعني حاد جدا في الكونغرس اليوم وكل يوم، وسيبقى هذا النقاش في الكونغرس وفي الإعلام، وسيصبح جزءا من المناقشات والمناظرات والجدل السياسي الأمريكي كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر من العام المقبل. شكرا على هذه التوضيحات، اتضحت الصورة الآن. رافي جبوري مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأنت تتحدث هناك صور مباشرة من الكونغرس لهذا القرار الذي تحدثت عنه، وأنه سيتم المطالبة بالإفراج عن تلك الأجزاء السرية من تقرير مولر التي تم التحفظ عليها حتى اللحظة، وبناء على ذلك نتوقع أنه في الأيام المقبلة أو ربما الأسابيع المقبلة لا نعلم سيتم الكشف عن تلك الخبايا والأسرار في التقرير. شكرا مرة أخرى لزميلنا رافي جبوري في واشنطن، والصور مباشرة طبعا من واشنطن في الكونغرس.